سر مؤسسه اسيد الجبور للانتاج والتوزيع الفني ان تقدم للمشاهد والقارئ والباحث ايضا البرنامج الجديد تراثيات ونسال الله في البدايه جلت قدرته اننا استطعنا في الوقت الراهن الذي امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بالعشوائيات والتدني الاخلاقي في المحتوى بان ننفرد كمن فرد غيرنا من صناع المحتوى الغيورين على المجتمع بان نستطيع ان نقدم ما يفيد المشاهد بعون الله تعالى في برنامج تراثيات. لقد استند فريق الاعداد على مراجع العديد من المؤرخين والمفكرين المرموقين من الجامعات الاردنيه ومراكز البحث العلمي من الذين واكبوا وما زالوا يواكبون تطور بلدنا الاصيل ويشاركون في مسيرته المباركه. وبالفعل لقد استخلص فريق الاعداد من هذه المراجع والبحوث والدراسات سلسله من الحلقات موجهه الى مختلف الفئات من الناشئه الى جمهره المثقفين الى كبار المتخصصين